يمارس معها الجنس ويصورها والسبان ومعاملة قاسية وفرض عليها تمارس الجنس مع خارجيين وتحمل ويدير لها الإجهاض. لا شك أن الديوان الملكي سيسحب الأوسمة الملوحة لدنيا باطمة. بعض الضحايا يتناولون الأقراص المهلوسة دنيا باطمة طلعت بواحد تشهرت بواحد الشكل سريع وهبطت بواحد الشكل لم نكن نتوقعه يوما ما. دنيا باطمة أساءت نفسها وهذا المحاكمة ديالها غتكون محاكمة قرن. بالنسبة للظهير المنظم الظهير الشريف رقم 100218 الصادر بتاريخ 5 يونيو في سنة 2000 هذا ظهير منظم للأوسمة الملكية فيه مجموعة ديال 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 الفصول أو المواد اللي تنظموا هذا الظهير اللي يمكن نقول لك أن المادة 82 و83 و84 هذه المواد جاءت حاسمة فيما يخص حامل الأوسمة. كيف؟ أحد ممنوح له الوسام الملكي حينما يرتكب شي خطأ يخل بالمروءة والشرف والاحترام الواجب وتتم متابعته من طرف الجهات القضائية الوكلاء الملك أو الوكلاء العامون يقومون بإعداد تقارير مفصلة ويحيلونها تحت السلم الإداري إلى الديوان الملكي. هناك مجلس ديال الأوسمة ينعقد حينما يكون متابعة أو حكم ابتدائي أو حتى نهائي تحال هذه المتابعة مع كافة الوثائق التي تثبت ذلك ويتم إحالتها إما من طرف كما قلت لك السيد الوكيل الملك أو السيد الوكيل العام أو بالنسبة للقياد أو البشوات أو حتى السفراء والقناصير المتواجدين بدول أخرى حين السلم الإداري إلى الديوان الملكي الذي يعقد مجلس الوصاية للأوسمة. آنذاك يقومون باستدعاء هذاك الممنوح له هذا الوسام عنده واحد الأجل معين اللي هو شهر وتيقدموا ليه استفسار يمكن يجاوب عليه في اما بطريقه ديالو هو او انت طريق المحامي ديالو او بشكل شخصي. انذاك كاين عقوبات اما التوبيخ او الانذار او حتى السحب النهائي لهذا الوسام. اعتقد ان ما حينما تتم متابعه دنيا باطمة من الطبيعي ان السيد الوكيل الملك او الوكيل العام والسلطات المحليه قامت بالاجراء المعمول بها الا وهي اخبار الديوان الملكي بهذا الواقع لان العالم كله تعرف ان تمت متابعه دنيا باطمة. كذلك حينما يتم ادانه دنيا باطمة ولو ابتدائيا لا شك ان الديوان الملكي سيسحب الاوسمه الممنوحه لدنيا باطمة. اللي يمكن نقول ان تورط دنيا باطمة فهذا الملف أساءت للمغرب بصفة عامة وأساءت للمغاربة جميعا وأساءت لنفسها بغض النظر على الضحايا اللي عانوا الأمرين. وبعض الضحايا يتناولون الأقراص المهلوسة أو الأقراص الفرنسي ما عرفش نقول لك بالعربية الميديكارمو. كذلك مجموعة ديال الناس حاليا اللي فروا منازل ديالهم واللي وصلوا الطلاق واللي تشتد لهم الحياة ديالهم أسرية. واللي يمكن نقول لك أن تنشوفوا دول عربية أو دول الخليج أو جميع قنوات دول الخليج يوميا تتبث أخبار وبرامج وربورتاجات على المتابعة ديال دنيا باطمة. دنيا باطمة طلعت بواحد تشهرت بواحد الشكل سريع وهبطت بواحد الشكل لم نكن نتوقع يوما ما. دنيا باطمة أساءت نفسها وهذه المحاكمة ديالها غتكون محاكمة قرن لأن ما عمرنا سمعنا تورط شي فنان مهما كان أو فنانة أو مغربي أو مغربية في مثل هذه الأمور الإجرامية اللي هي السب والقذف والتشهير والابتزاز وحتى المشاركة في النصب مجموعة ديال التهم أخرى اللي تبعها السيد وكيل الملك. وأعتقد أن الشكاية الآن لا زالت تتقاطر على دنيا باطمة. هناك من تقدم الى السيد الوكيل العام بشكاية اخرى ضد دنيا باطمة ولا شك ان مجموعه ديال الضحايا غيتقدموا بشكاية اخرين وغيظهروا ضحايا اخرين. اذن دنيا باطمة
في 2020 تكون النهاية ديالها. اللي يمكن أكد لك أن الرسالة الفنان يحمل رسالة فنية. الفن الفن أخلاق. الفن نقول الفن تكون مغني أو رسام أو شاعر أو كاتب أو ممثل، تبقى إنسان نبيل لديه موهبة ربانية، لديه من الجمهور ما يعطي الجماهير المغربية، لديه ما يكفي من الوطنية. وأعتقد أن دنيا بطمة خابت المنتظر، ودنيا بطمة أساءت لنفسها وأساءت لعائلة بطمة بصفة عامة. وكذلك المحاكمة ديال دنيا بطمة، الآلاف ديال 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 الناس غير حجوا المحاكم كما شفنا في التقديم، كانوا مئات ديال الناس. ولا شك أن لا تكون الاستنتاج التفصيلي أو التمهيدي عند دنيا بطمة بالمحكمة الابتدائية، تنشوفوا مجموعة ديال رجال الأمن آنذاك كانوا باش يحاولوا يسرحوا الطرقات ويفتحوا الممرات. دنيا بطمة جاءت واحد القوة عمومية هائلة ضد رجال الأمن. الغريب في الأمر هو أنها تضحك، ما عندهاش السيدة ما فرصة ما يتعود، السيدة ما عرفاش أشنو وقع، تضحك بواحد الطريقة استفزازية والمواطنين تيسنكروا، مجموعة الناس تيسفوا على الوضع. احنا كمغاربة صراحة رغم أننا في المكتب التنفيذي هم المشتكين بالشكايات كاملين، ونحن نحن أصحاب هذا الملف، ولكن نتأسف على تورط فنانة موشحة بوسامين ملكيين في هذا الملف مع عصابة إجرامية، مع أصحاب السوابق عدلية، مع ناس اللي سألوا المغرب وسألوا المواطنين وتيبتزوا المواطنين المواطنات وتيرغموا المواطنين على ممارسة الجنس وتيبتزوا الناس على ممارسة الجنس مع خارجيين. المعتقل على قد ما زرهون، حضرت المناقشة ديالو في المحكمة الابتدائية باش نعطي للمشاهدين فكرة، كان يقوم بترصد مجموعة من الفتيات عندهم مكانة اجتماعية معينة وينتحل صفة موظف بينما هو عاطل العمل. كذلك كان يوهم هذه الفتيات كل واحدة منهما لحيدة أنه يرغب في الزواج بها ويربط معها علاقة. بعد مدة تيبتزها أموال، بعد مدة تيمارس معها الجنس وتيصورها، ومن بعد تيولي يرغم عليها صفة مبالغ مالية مهمة، ومن بعد تيولي يفرض عليها تماس الجنس مع خارجيين ليتقاضى هو المبالغ المالية. الأكثر من هذا أن إحداهن حملت في الشهر الثاني وتم إجهاض هذا الجنين بمدينة مراكش في إحدى المصحات هنا تحت الضغط والإكراه والابتزاز. تصوروا معايا أن بنت كانت تزوج، عندها أمل أنها تزوج، تلقى نفسها دازت عليها كابوس. هذا المعتقل تحصل على أموال قيمة ديالها 25 مليون، ما يقارب 25 مليون، 48 فيرمو، 48 حوالة مالية كلهم عند فتيات. الفتيات بالله عليك أن 25 ما يقارب 25 مليون في ربعات البنات خمسة تفرض عليهم يجيبوها ليك، مين يجيبوها؟ هما خدامين وتخلصوا في خرج الشهر وتسلف وتاخذ كريدي وتعطي تعطي لعلاء الدين مزرعون ويمارس معها الجنس ويصورها وسبان ومعامله قاسيه ويفرض عليها تمارس الجنس مع خارجيين وتحمل ويدير لها الاجهاض. هذا نموذج لحمزه مومبيبي. هذه العصابه الاجراميه اخطر مما كنت اتصور. دائما نقول للاخوان الصحافه لو لم نكن نتقدم هذه الشكايه للسيد الوكيل العام مشينا في حالنا كباقي المشتكين وبقوا هاد الناس واحد 10 سنين اخرى ولا عامين ولا 3 سنين غادي يكونوا 80 واحد السيد حمزه مومبي، غادي ينتقلوا المتابعين اللي كانوا انذاك تيتبعوه 14 مليون متابع طبعا من دول اخرى خارج كامل ودول مجاوره.